سلام عليكم. عليكم السلام. من عليك ألف حمد لله على سلام. الله يسلمك. الحمد لله رب العالمين على كل شيء. أحمد إبراهيم عبد الوهاب البلبيسي. أهلا بك. جيت يمتى يا سيدة؟ جيت يوم الجمعة. صابتنا إيه؟ إصابة في الرجل وإصابة في الرجل الثانية وحارق في إيدي منها. حصل ده فين؟ ده كنت طالع أنا في السيارة، شافوني أربع نسوان، رحت أعمل بنشر للسيارة، شافوني أربع نسوان بعد ما خلصت بنشر شافوني قالوا ليش وصلنا وين على القرم. قلت لهم حجي أنا مش شغال، بدي أروح روح عند أهلي. فبقول يا أمانة الله صارت تقول لي يرضى عليك ويرضى عليك. قلت لها بدل يرضى عليك والله لا وصلك، والله بديش لو ما وصلتك شيء يمكن أكلها في الطريق وأنا مروح. ما وصلت أول القرم إلا هم إيش ضربوني صاروخ في 16. منطقة بقى فيه؟ هذا في صلاح الدين القرم. ده كنت داخل نازل على الجنوب صلاح الدين. ما كنتش رايح على الجنوب. المفروض ان هو كان امن. لا ما كانش امن. هم كانوا بيقولوا طبعا دي كلها كان ايه اي كلام صحيح. المهم اول ما وصلت اللهم ضربوا صاروخ 16 جنب العربية. هلقيت انا الاستاذ ما غيبتش بس حسيت الحين انا ايش متصاوب. هلقيت مسكت رجلي طلعت على رجلي لقيت ايش البطة تبعت الرجل ما في شيء. قوت قلبي ان انا ايش بدي انزل من السيارة، فيش امكانية. ما مسكت رجلي من هنا ونزلت من السيارة اللهم بضربه خلف السيارة كمان صاروخ. هلقيت طلعت في السيارة زي هيك ما فيش بنادمين في السيارة، كانوا معنا أربع نسوان كلهم راحن. أنا عادي ايش فطيت قال ما يضربوا ايش الصاروخ الثاني. فطيت. هلقيت ايش؟ بطلع وراي زي هيك ما فيش ولا سيارة ولا سعاف ولا في حاجة. قلت خلاص أنا ايش بدي أبلش ايش؟ أتشاهد. طلبت الشهادة. هلقيت بعد شوي شفت ايش سمعت صوت اسعافات ايش؟ جيت علي. طلعت زي هيك ايش في كمان اسعافين جيت علي. وقفن. قعدت تأشرن انك في ايدي اني شافني. وبعد هيك شافني وبعد هيك راحن. ما خدونيش ما حملنيش. فخلص فقدت الامل. حطيت راسي على اسفلت زيكا على الرصيف وطلبت الشهادتين وخلص بدي اغيب بلاش اني ناش بدي اغيب. تذكرت ابني هو ثم ربنا ثم هو اللي دفعنا على الحياه وقعدت ازحف. زحفت يمكن حوالي 3 متر 4 متر. هلقيت شفت سياره جاي سيارتي جايه علي قعدت اشرر وامك في ايدي. شافني حملني بس قد ما سوقت تعب. السواق تعب لان انا ما فيش دفع في رجلين ادفع. هلقيت قاعد يعاني 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 وانا ايش رميت حالي كيف ما اجي في السياره. هلقيت انا محملني وتمام التمام ضلتني في السياره بس ايش مش قادر مش بدي اغيب بس انا ايش مش قادر بدي اصل. قعدت اطلب الشهادتين والسياره ايش ماشي لانه هذا منطقه كانت ايش خطره. انا ما كنتش عارف ان هذا منطقه ايش خطره. ما وصلنا طلعت هيك حل انا ايش انا في الشفا. وصلت الشفا خلقيت صار بدهم يتصلوا على اهلي مش حافظ الا رقم بس ايش رقم ابويا. بعد شوية طلع زيك جوالك يعني ايش في الدار طلع زيك له بقول هاي ايش هاي كشف هاي رقم جوالك. رنوا علي رد من اخوي عليهم يا ما سمعوا الخبر من صوت المصارع عيط اجاني جاي على الشفا. كيف حالتك كانت صعبه قوي كانت اصعب. العلاج طبعا في مستشفى الشفا ما فيش امكانيات ما فيش اي حاجه خالص. ما فيش هم عملوا جهدهم بس طبعا يشكروا بس يعني في الظروف اللي احنا فيها دي وما فيش اي لا دواء ولا حاجه. ما فيش لانه عندنا اصابات كتير وشخط كتير. كل ما بدي ينزلونا على العمليه باخروا العمليه، كل ما بدي ينزلوا على العمليه باخروا العمليه، يعني قربت اجري تخمج. طب انت دلوقتي عامل ايه؟ والله الحمد لله رب العالمين. يعني الحمد لله. يا ما شايف الناس الاوادم هذول كلياتهم جنب والله مرتاح. اي حاجه الحمد يعني اي حاجه والله ما في ولا حاجه الحمد لله رب العالمين. بين اهلك واخواتك الحمد لله على سلامتك ويعني فلسطين قويه بشبابها ورجالتها الحمد لله رب العالمين. الحمد لله صبرنا كتير. أيوة. صبرنا كتير بس على حق والله على حق وبيجي لهم يوم بيجي لهم يوم.